أم ترتر، نفوسة الشهيرة بأم ترتر، كانت ساكنة في حواري كرموز، ومعروف عنها إنها لمؤاخذة ست لسانها طويل ومفترية، وفرش الملاية ملهاش مثيل، وماشية على مبدأ في الحارة الشرشوحة ست جيرانها. أم ترتر مخلفتش ترتر، عندها إسماعيل وإبراهيم، ونبوية ترتر اسم شهرة لأنها كانت عيقة وبتلبس جلاليب ومنديل بترتر، علشان كده سموها أم ترتر. وجوزها المعلم علوان أبو إسماعيل على عرباجي حنطور. أم ترتر كانت ست بيت شاطرة، ساكنة في بيت دور واحد منه بيت وعربخانة لحصان وعربية المعلم علوان، والبيوت اللي حواليها دورين وتلاتة، وعاملة فوق السطح مزرعة فراخ وبط، وكلهم برابر، مفيش ولا ديك ولا دكر بط، وسايباهم سارحين على السطح يلاغوا في ديوك وتكرة بط الجيران. وزي ما قالوا ومن الحب ما قتل، حتى في الفراخ والبط ديوك الجيران كانت تنط على سطح مترتر علشان تكسر الفراخ الديك اللي نط او دكر البط على سطح مترتر. مفقود يا ولدي، وعلى طول يبقى اجدى عشوة للمعلم علوان، وكانت خبرة جدا في اخفاء اثار الديك من ريش وخلافه يعني، واللي كان يضيع لها ديك تسأل الجيران يرد عليها بصوت واطي جدا عند ام ترتر، ربنا يعوض عليكي، علشان ام ترتر لو سمعت تخلي فردة الشبشب أعلى منهم. مش بقولكم كانت مفترية، كانت ريا وسكينة الفراخ. وطلع المثل الشعبي عند أم ترتر يدل على استحالة إنك تلاقي اللي بتدور عليه رغم إنك عارف متأكد من اللي خده. ودي حكاية المثل الشعبي عند أم ترتر. شكرا لمتابعين قناة مصر زمان.